السلام عليكم. صار قسط الأسباني يزاحم الهلال السعودي على عبد الله حافظ. لماذا غاب نصر الشمراني عن مواجهة الهلال؟ الرواية الرسمية هل قالت كل شيء؟ 8000 كيلومتر و 32 ساعة طيران تفصل الفتح عن الفوز بلقب زين لأول مرة في تاريخ أندية الأحساء. اهلا بكم. تلقى عبد الله الحافظ اللاعب باكوس فيريرا البرتغالي عرضا من فريق ساراقسطا الاسباني للانتقال الى صفوفه الموسم المقبل. ويبحثه اللاعب السعودي الشاب العرض الى جانب عرض سعودي اخر تلقاه من نادي الهلال. يذكر ان عبد الله الحافظ اول لاعب سعودي احترف في البرتغال قبل ان يتبعه 9 لاعبون اخرون. نجح الهلال ايضا في كسب واحد منهم هو عبد الله عطيف. وعبر الهاتف يلتحق بنا الآن من مدريد بيدرو بنتو وكيل أعمال اللاعبين الشهير في أوروبا وهو وكيل أعمال السعودي عبد الله الحافظ. بيدرو أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. أسألك أولا، عبد الله الحافظ قريب من السعودية أم من أسبانيا؟ ألو. No, Abdullah is offers from Portugal and from Spain. So you are studying some offers. عبد الله الحافظ أعتقد أنه اقترب من إسبانيا وهناك دراسة لبعض العروض وربما بحلول أيار قد يتسنى القرار وربما هناك متاحة ما زالت فرصة العودة إلى السعودية. نعم، العرض السعودي يبدو ماديا أو أكبر من عرض الهلال السعودي أكبر من عرض الفريق الأسباني. هل بالنسبة لكم أنت وعبد الله كفريق أنتما معا بالنسبة لكم الفصل هو للأمر المادي أم لإكمال تجربة عبد الله الاحترافية في أوروبا؟ العرض الإسباني مكافئ للعرض السعودي، لكننا ندرس مسألة ما هو أفضل لعبد الله، هل يبقى لسنة أخرى في إسبانيا ومن ثم بعدها يعود إلى السعودية، ومن السعودية لدينا عرضان حتى الآن. نعم، بدرو البارح كان لك لقاء بأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على هامش زيارته للبرتغال، يعني ما الذي دار في الزيارة؟ سمعت بأنك أيضا كنت ضمن الناس الذين يحاولوا أن يدعموا عدم عودة اللاعبين السعوديين الشبان إلى السعودية في الوقت الراهن. نعم، التقيت بأحمد عيد يوم أمس ولم نتحدث فقط عن عبد الله، بل أذكركم أن عبد الله كان اللاعب الأول الذي وصل إلى البرتغال وهو من اللاعبين المهمين في الكرة البرتغالية، وكنا ندرس أفضل الفرص وأفضل المجالات أمام اللاعب في البرتغال وإن عاد أيضا إلى السعودية. نعم، الاتحاد السعودي الجديد، بيدرو أنت كنت مشاركا في برنامج نقل اللاعبين السعوديين الشبان إلى أوروبا مع الاتحاد السابق الذي كان يرأسه الأمير نواف بن فيصل، لكن الاتحاد الحالي أما زال يدعم هذا البرنامج الاتحاد السعودي الحالي الذي يرأسه أحمد عيد؟ لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الأمر، فالمسألة ما زالت غير واضحة بالنسبة لي حول أفكار الاتحاد الجديد. ربما بعد 10 أو 15 يوما ستكون لدى السعوديين فكرة أوضح عن هذه الشراكة. أما بالنسبة لعبد الله ولاحترافه، أمامه مرحلة احتراف وهو ليس بحاجة لأي دعم من أي جهة، وأصبح معروفا كلاعب في أوروبا وخاصة في إسبانيا والبرتغال، ويمكن أن يبقى دون أي دعم سعودي. لكن بشكل عام صحيح أن السعودية تريد أن تقيم معنا شراكة في هذا الشأن. نعم،
لكن عبد الله يريد العودة، يعني بحسب مصادرنا بدرو بأن عبد الله تقريبا يرغب في العودة للسعودية، تقريبا هو يرغب يفضل عرض الهلال على الفريق الأسباني. لا أستطيع الجزم في ذلك، فالهلال هو من أحد الاحتمالات أمام عبد الله لكي يعود إلى السعودية، لكن في هذه اللحظة لا نستطيع التحدث في هذا الأمر، ولا نعرف إن كان سيبقى لسنة أخرى في أوروبا أم يعود إلى السعودية. صحيح أن عبد الله يريد أن يعود إلى السعودية، لكن لا نعرف إن كانت الآن أم بعد عام من الآن. طيب، فيما يخص بدر سؤالي الأخير، يعني فيما يخص وجود عبد الله طوال هذا الموسم أو أغلب مراحل هذا الموسم الذي تبقى عليه 4 أشهر في البرتغال، يعني دائما يكون في مقاعد البدلاء، هل سمح ذلك للأندية الأخرى بمشاهدته والمفاوضة؟ أرجو أن تتفهم مني بتال أن عبد الله يلعب في ناد في مرحلة في المرتبة الثالثة في الاتحاد في البطولة البرتغالية، ولا تتفاجأ من أنه هذا الفريق سيصل إلى البطولة في السنة القادمة. عبد الله يحصل على تدريب جيد ويقوم بمباراة ودية مع زملائه ويتسابقون من أجل البطولة، وهذا مهم جدا لأن يكون مع اللاعبين الكبار، وهذا الفريق أدى بشكل جيد في هذا الموسم. شكرا جزيلا بيدرو بنتو، وكيل أعمال اللاعبين، وكيل أعمال بعض السعوديين في أوروبا، وبالذات اللاعب المميز عبد الله الحافظ الذي تلقى عرضين كما قلت في البداية من فريق سرقسطة الأسباني ومن فريق الهلال السعودي، وأضاف بيدرو أن هناك عرضا ثالثا أيضا من فريق سعودي. شكرا بيدرو. في مباراة الشباب والهلال البارحة افتقد المتابعون ناصر الشمراني هداف الشباب في السنوات الأربع الأخيرة. الرواية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي في نادي الشباب أنه غاب بسبب الإصابة، لكن هل كانت هذه الرواية مكتملة؟ عبد الله درويش يكتب كل الروايات في هذه القصة فيما يلي. قبل مباراة الشباب والهلال أعلنت إدارة بطل الدوري في موسمه الأخير غياب ناصر الشمراني هداف الفريق بحجة الإصابة، وهذه الرواية الرسمية. مصادر أخرى لم تجد من يثبتها أو ينفيها من داخل البيت الشبابي تؤكد أن اللاعب غاب بقرار من هذا الرجل البلجيكي برودوم مدرب ليوث الذي قرر تعويضه بالأرجنتيني سيباستيان تيغالي والوافد الجديد للنادي مهند عسير. السبب الحقيقي وراء غياب ناصر الشمراني بحسب رواية المصدر أن البلجيكي برودوم وكل مهمة تنفيذ الجزائيات للبرازيلي كاماتشو أولا، يليه مواطنه مينيغازو، ويأتي الشمراني ثالث المكلفين. أما ما حدث أن ناصر الشمراني ضرب بتوجيهات مدربه عرض الحائط وأخذ الكرة ونفذ ضربة الجزاء في الدقيقة 25 أمام الرائد وأهدرها. ردة فعل برودوم في تلك اللحظة لم تلتقطها كاميرات التلفزيون، وكانت واضحة للمتفرجين الجالسين خلف دكة بدلاء الشباب. بعد الجزائية بدقائق عوض الشمراني ما فات، وردة فعله هذه المرة كانت واضحة على الكاميرا. لم يحتفل بطريقته الدائمة، لم يتصل بأحد، بل استرق نظرات من تحت لتحت تجاه مدربه. في التدريبات الاستباقية لمباراة الهلال أخبر الشمراني مدربه بأنه مصاب. الكشف الطبي أثبت وجود إصابة لكنها لا تعيق مشاركة الشمراني أمام الهلال. برودوم من جانبه قرر أن يكون غياب الشمراني درسا احترافيا لكل لاعبي حامل اللقب، ووضع كل ثقته في تيغالي ولاحقا في مهند ولم يخذله. نهاية القصة
برودوم يوجه الشكر للمهاجمين تيغالي وعسيري على أهداف الفوز الثلاثة. لا نهدم حق الاثنين المهاجمين اللي هم هند عسيري اللي سجل هدف حاسم في المباراة من ضربة رأسية جميلة، واللاعب سيباستيان تيغالي اللي سجل هدفين ومكنوا الفريق للرجوع في المباراة. وناصر الشمراني يطلب الاجتماع مع برودوم غدا. عبد الله الدرويش، العربية. أذكر بأننا طلبنا من المركز الإعلامي في نادي الشباب أي إيضاحات حول هذا الموضوع والتعليق على هذا التقرير، لكنهم اعتذروا. وقفة قصيرة نتابع بعدها في المرمى وفي 8000 كيلومتر و32 ساعة طيران تفصل الفتح عن الفوز بلقب زين لأول مرة في تاريخه. فيكتور الأهلي يتمنى العودة للعب في دوري أبطال آسيا ويشبه جدة بريو دي جانيرو.